والشمس وضحاها صوت قوي، صوت عافي، إن سمعتها الأذن أدركتها النفوس، صوت جميل، صوت يخاطب العقل وخشعت لها القلوب، صوت يهز كيان الإنسان بأصوات ملائكية يقف بك على أبواب الجنة كأنها تأتي من السماء، هو صوت لا يفنى لتقتحم الأفئدة والوجدان دون ما استئذان، يصعب اختزاله في كلمة واحدة. أصوات من السماء على الجزيرة الوثائقية.